كيلومترات في يوم الختام الخاص لأبناء القبائل بأقوى المهرجانات وأغلاها جائزة زايد الكبرى للتراث. سيفي جائزة زايد الأول للمحليات الأصايل غادر إلى أبو زايد إلى مدينة زايد إلى هالي الغربية إلى الإعصار الغربي الذي بدأ مبكرا إعصار كما تتابعون في هذا اليوم. وأحد الأساطير في عالم التضمير الأسطورة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي قدم بينونة قدم الاسم التاريخي في مهرجان التراث. انطلق شوط المهجنات انطلق شوط الرمز الآخر سيف آخر ينتظر واحدا من بين هؤلاء المشاركين أسماء قوية تشارك في هذا الشوط بن عويض الخيلي وبن زيتون وبن مطر الرميثي وبن صغير العامري وبن زفنه الإحفاري ومحمد بن زايد المنصوري وبن نصر رجل المفاجآت العامري وعبد الله بن جمعة بن جبر مع المتحدي وعبد الرحمن بن مقبل المطيري وشعار المسند مع كيف والنعيمي مع الجليلة. ياهي أسماء ياهي شعارات باحثة عن السيف نبحث عن الصدارة ونتعرف على مقدمة الشوط. يأتي المركز الأول من خلال تقدم العين يقدم لنا العين حمد بن هلال بالسفنة العفاري يتقدم الدكتور سفير للأصالة يقدم لنا العين. أيضا هنالك التدخلات هنالك الشعار القادم مع رهمة أو رحمة ناصر بن حمد بن عويضة الخيالي يقدم لنا رحمة نعم شعاره يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل التاريخ وصلت الإنجازات وصلت الأساطير احدى الاساطير التي سطرت الانجازات وسطرت البطولات وصلت اديال. مرحبا بالاعصار مرحبا يا ابو زايد. الذهب اشتاق لمعانقة الاعصار الغربي. المقدم لاديال ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع القادمة أيضا بشعار الإعصار الغربي مع نوف وعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. وتقدم المشاغب تقدم الشاطر حمود بن محمد بن سالم الوهيبي هو من مؤسسة الشاطر لتعليم اختطاف الرموز. يتقدم حمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الخامس اللي وصلت مع المطيري عبد الرحمن بن مقبل يقدم لنا شودة. الله يا شودة الله يا شودة الله يا التاريخ الله يا الماضي الله يا السيوف. شودة هي من تعرف طريق السيوف جيدا اسم على مسمى بالسبع السيوف بالسبع السيوف التي نتغنى فيها بالمملكة العربية السعودية. ألا ليت الزمن يعود لنا مرة أخرى ونتذكر شودة والماضي والمستقبل بإذن الله تعالى. أتمنى أن نرى شودة أخرى. وينك يا العتيبي يا عبد الرحمن يا بن سلمان. آه من الماضي آه. هكذا متابعين الكرام النتيجة
والنداء للمراكز المتقدمة العودة إلى مقدمة الشوط إلى شعارك يا بن عويض يا الخيالي المقدم لرحمه والعين وأديال بالسفنه الأحفاري بالسفنه الأحفاري. يلا يا السفير يلا يا السفير، يطالبونك بالرمز يطالبونك بالناموس يطالبونك بالسيف 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 بالسيف. ويتابع في عملية التضمير الماهر 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 بالوحوش الوحش سعود بالوحوش الوهيبي المتابع الدايم لهذا الشعار الذي اعتدنا على إنجازاته، اعتدنا على ذكرياته، اعتدنا على بطولاته. وذكريات جميلة لهذا الشعار، أيام للحق وأيام لصروح واحترام الرباط والكثير والكثير من الأسماء، كان آخرها يوم الأمس عندما اختطف الرمز مع مشعل ومشغل. الله كذا بيتحرك المختبر بأكمله يا بالزفنة يا العفاري. أديال أيضا تتقدم ويتقدم هذا الإعصار، الإعصار الغربي الذي لا يكف عن البث بالرموز والعبث بالانتصارات. يتقدم بوزايد لا يغيب عن الرموز لا يغيب عن السيوف، يتقدم ولكن الخطر على أديال، على أديال يا بوزايد. وصلت وصلت عنيدة 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 يا قوة عنادها للسمحة يا قوة عنادهم. يتقدم مع عنيدة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم لنا شعاره كما قدم لنا العديد والعديد من الأسماء القوية الخاطفة للرموز الخاطفة للرموز الذهبية. يتقدم الرميثي يتقدم سعيد بن مطر يبي يمطرهم يبي يمطرهم في هذا اليوم. يقدم لنا يقدم شديدة مع عنيدة، عنيدة مع المركز الأول، أديال 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 مع المركز الثاني، أديال مع المركز الثاني. ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع المركز الثاني، وحمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم في عملية التضمير. المركز الثالث القادم العين يقدم حمد بن هلال بالزفنة العفاري بمتابعة بو حمدان، يتابعها السفير يتقدم معها سفير الأصالة وأيضا الوحش سعود بالوحوش الوهيبي في عملية التضمير. المركز الرابع رابع المراكز المتقدمة نوف، نوف والخوف، الخوف كله من نوف، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري الإعصار الغربي، الإعصار الغربي تعود على رفع الرموز باليسار وباليمين. يتقدم في هذا اليوم أيضا في التضمير حمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا بينونة خاطفة للسيف، وقدم أيضا أختها وصيفة على سيف المحليات. المركز الخامس المركز الخامس رهمة مع المركز الخامس ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. المعركة انحصرت، ربما المعركة انحصرت ما بين هالمراكز ما بين هالمراكز. الرميثي الرميثي تحرك الرميثي، الرميثي بدأ يتابع بدأ يرى السيف يرى السيف والسيف يقترب. يا مالك عنيدة يا مالك عنيدة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي أتذكر إنجازاته جيدا وأتذكر سجلاته والأسماء العديدة اللي قدمها على مستوى الرموز. روح الرميثي روح
روح الرميدي، أهالي السمحة، أهالي السمحة يقدمون التحية من الآن، من الآن ينتظرونك الرميدي، ينتظرونك يا الرميدي بالسيف بجائزة زايد الكبرى، أكبر المهرجانات وأغلاها وأقواها في عاصمة الميادين. الرميدي 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 المركز الثاني، يو الاعصار الاعصار الاعصار، تحرك الغربي، تحرك الغربي، فتحركت مدينة زايد يا ابو زايد مع المركز الثاني. الكيلومتر الاخير راح الرميدي، راح راح للسمحة، راح مع المركز الأول مع عنيدة، عنيدة عانتهم الرميدي، عانتهم الرميدي وراح للسيف، راح للسيف سعيد بن مطر بن محمد الرميدي، أمطرهم الرميدي وغادر للسمحة. أهالي السمحة، أهالي السمحة يعرفون الرموز، يعرفون الذهب، يعرفون الانتصارات. سعيد بن مطر بن محمد الرميدي، عنيدة عنيدة عاندوا أهالي السمحة، يا قوة عنادهم، يا قوة عنادهم، يا قوة انتصارهم. أيضا المركز الثاني الإعصار الغربي قادم وبالزفنة الإعباري قادم مع بالوحوش، ولكن الرميدي، الرميدي مع عنيدة، عنيدة عنيدة وأديال قادمة، أديال قادمة، أديال قادمة. يا الرميدي صمد، أصمد يا الرميدي. أيضا السفير، السفير قادم بكل قوة بالزفنة، بالزفنة، بالزفنة بالزفنة والإعصار، الإعصار، الإعصار بالزفنة، بالزفنة. السيف عباري ولا منصوري، الإعصار الغربي يا أبو زايد، يا أبو زايد، يا أبو زايد، يا أبو زايد لله درك يا حمود، يا ابن محمد، يا الوهيبي أسطورة التضمير، حمود المجرم، حمود الإبداع، حمود الفن، حمود بالحلوى العمانية، حمود الذهب، حمود السيوف، حمود الانتصارات، حمود حمود حمود. لابد ابو زايد ان يعود، وابو زايد هو اللي عودنا، هو اللي ما يغيب. تهانينا لمالك اديال ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وسلامنا تحياتنا احترامنا لك يا ابو زايد بالغربية، واينما تكون محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هبت الإعصار مبكرا في الوثبة، فكان هذا هو العنوان الأبرز، سيوف تذهب لمن يحب السيوف، محمد بن زايد المنصوري. توقيتها الزمني 13 دقيقة بدون ثواني، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهذا الإعصار، وتهانينا لحمود بن محمد بن زايد، على تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز أديال في المركز الأول المملوك لناصر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثاني وصلت العين، الله يا بالزفنة، الله على الإعصاب. كان قريبا يكون السيف عفاري في هذا اليوم بفارق 4 أجزاء من الثانية، ولكنه ناموس مغاير. تهانينا لحمد بن هلال بالزفنة العفاري، وتهانينا للسفير الأصالة، تهانينا لراشد بالزفنة العفاري، وللوحش سعود بالوحوش الوهيبي. 13 دقيقة بدون ثواني، 8 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث 13 دقيقة 4 ثواني و5 أجزاء من الثانية، ألا وهي عنيدة يا هالي السمحة. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. ينطلق شوط جديد، وأشواط الخناجر بدأت بعد أن غادرت السيوف للإعصار الغربي. سالم بن سعيد بن حضيرم أحد رموز التعليق وهذا العالم الساحر له الكلمة، فليتفضل. مشكور.